الانتخابات النهارده وكل يوم نتمنى ان يكون في مشاركه ايجابيه، كل واحد بينزل حسب رؤيته الشخصيه، يعني يقلد اللي هو عايز يقلده بس ما يعرفش المنتخبين بتوعه. لازم كلنا ننزل لازم كلنا نتفق، كلام متوجه لكل المصريين بكل عاطفه. طب حضرتك تقولي اللي ينتخب بينتخب ليه؟ عشان المفروض ده واجب علينا في المراجعة نمرة 2 عشان بلد تقوم على رجليها. بلد دولة مؤسسات، والمؤسسات لما تتبني تتبني على الأساس ده، هي المؤسسة الثالثة. المؤسسة التشريعية لازم تكتمل عشان نقدر، لأن حتى في علاقتنا في التعامل مع الدول الخارجية لازم المؤسسات تكتمل عشان نقدر نتعامل معاهم، وإلا بيعتبرونا كيان ناقص. في الرئاسة موجودة، في المؤسسة الثانية اللي هي الدستورية موجودة، لكن المؤسسة الثالثة ودي مهمة برضه، التشريعية دي مهمة. حضرتك تقول ايه اللي ما نزلوش الفيديو؟ اتمنى يسرع. انا حبيت اتصور، انا بحط الكارت في بطاقة الترشيح في قلب الصندوق عشان خاطر يعني نقول للناس احنا كلنا بنشارك، فلازم ننزل.